بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الشباب والاستقلال، وبعد شهرين من المنافسة اختتمت الدورة الرياضية في كرة القدم، والتي جمعت 24 فريقا من مختلف أحياء بلدية وادي الأبطال والبلدية المجاورة لها. حفل الاختتام حضره أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ووجوه رياضية بارزة وجمهور غفير ذواق لفنيات كرة القدم. في إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية، نظمت بلدية وادي الأبطال احتفال بذكرى عيد الاستقلال والشباب المصادف اليوم 5 جويلية 2020. هذا البرنامج تضمن عدة نشاطات، ومنها هذا النشاط الكروي الذي نحن متواجدون الآن به في ملعب الإخوة غالي بوادي الأبطال. في هذه الدورة شارك جميع أحياء بلدية وادي الأبطال ومن البلديات المجاورة، كلنا الفائزون في هذه الدورة، كلنا فائزون في هذه الدورة، وكل من نشكر بالتالي نشكر كل من ساهم في هذه الدورة وإنجاحها، سواء من السلطات المدنية والعسكرية وعلى رأسها الحماية المدنية والشرطة والأمن والدرك الوطني، فهم مشكورون. وبهذه المناسبة أترحم على أرواح الشهداء الزكية الطيبة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار بمناسبة الدورة عيد الاستقلال 5 جويلية. نشكر الشعب وادي الأبطال، نشكر على هذه الدورة، وما ننساوش حميضة وما ننساوش حنيفي على هذا الأداء اللي داروه. بمناسبة هذه 5 جويلية نترحموا على الشهداء أبرار، الله يرحم الشهداء. نوجه تشكراتنا وامتنان القائمين على هذا الحفل البهيج الذي توج بمقابلة نهائية بين فريق سيدي عبد الجبار وفريق كذلك فريق الأسدي. نتمنى كل التوفيق للفريقين، كما نترحم بهذه المناسبة على شهداء الأبرار. نطلب من الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطي الصحة والعافية للمجاهدين الذين بطبيعة الحال على قيد الحياة. وقد أجمع الحاضرون على نجاح الدورة في إطار الروح الرياضية العالية، حيث جمعت مدة شهرين شباب المنطقة بشباب المناطق المجاورة، مما جعل التعارف والتقارب أسهل، إضافة إلى اكتشاف فنيات جميلة في كرة القدم أمتعت الجمهور الحاضر طيلة هذه الدورة. واليوم رانا لحقنا للنهاية. لكل حال الدورة كانت استقطبت جمهور كبير، تمتعنا الحقيقة، اكتشفنا بعض الشبان، بعض اللي مازال عندهم مستوى. شنقولون نتمناو باش تتكرر هذه الدورات خصوصا، وهذه الدورة بالذات جات مع تزامنت مع الألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهذه حاجة مليحة، هذه نقطة تحتسب لصالح المجلس الشعبي البلدي الحالي. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الدورة. اليوم كاين عندنا أخ لعاب قديم ومدرب الفريق سي صفيح، اليوم جرى عمليا، نتمنى له الشفاء العاجل. كذلك نترحموا اليوم على الشهداء وعلى كل من صنع أمجاد الجزائر. تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء. المقابلة بين الفريقين، فريق سيدي عبد الجبار وفريق واد الأبطال، الدورة بالمناسبة دورة رياضية وكروية بالنسبة لعيد الاستقلال، وإن شاء الله تفوت في ظروف حسنة وظروف رياضية. نرحم على شهدائنا الأبرار والعمر المديد للمجاهدين. نشكر السلطات المحلية لبيت واد الأبطال واللجنة المنظمة لنظمة هذه التظاهرة الرياضية بمناسبة الازدواجية لذكرى 60 لاستقلال الجزائر والشباب. نشكر قناة الأوراث على التغطية منذ بداية الدورة إلى نهاية الدورة، ونشكر صحراوي محمد مدعو حميدة اللي صار على إنجاح هذه الدورة من أول مباراة إلى آخر مباراة. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار. في الختام ضرب القائمون على هذه الدورة موعدا آخرا في مناسبة أخرى تحت أنغام وطلقة البارود للفرقة الطيبية.
لقناة الأولاس تي في عبد القادر بوطالبي.